تكمن أهمية هذا المؤتمر في أن دور جامعة الدول العربية بات اليوم أكثر أهمية وأكثر ضرورة، يعني هنالك ضرورة ملحة لدور جامعة الدول العربية، وبالتالي تسليط الضوء في هذا المؤتمر على دور ومهام وواجبات جامعة الدول العربية تجاه الفلسطينية أعتقد باث أكثر ضرورة وإلحاح من أي وقت مضى، سيما في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرة كبيرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المؤامرة التي باتت تعرف بصفقة القرن، وبالتالي الجامعات الفلسطينية وجامعة الإسراء تحديدا عندما تركز الضوء على دور جامعة الدول العربية اتجاه القضية الفلسطينية ومواقفها، أنا أعتقد أن هذا يحمل جامعة الدول العربية مسؤولياتها الحقيقية اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية وقضية العرب المركزية وهي قضية فلسطين.